مساء الفل على عيونكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثلاثة في واحد. <applause> النهارده منورنا نجم يعني أنا مش لاقية كلام يوفيه حقه ومش عارفة أوصف له إزاي أنا من أكبر وأهم وأجمد المعجبين والفانز عنده وبحبه قوي 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 قوي. يعني تقدروا تقولوا إن ضيف النهارده جدع واصيل واصلي بسمع صوته بتسيب مفاصلي لو كان له حق حقه ما بيتسابش علشان من يومه ما بيغلبش تسمع غناه تسرح معاه ما الشهم ابن البلد المجدع فوقش حبيبي 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 اللي منورنا ايه يا فوقش القمر ده؟ والنبي ده نمي ده عيالي والنبي ده الليله ليله عيد والنبي ده يعني بص مش عارفه اقولك ايه والنبي سمعني زغروته فوقش عندنا ولا حدش قدنا والله يا بنتي يا شيشو كتبت لك طلعه ايه ده انا مش عارفه يعني خلاص يعني هم لبسوني وعملوني مذيعه بس اللي موجود انا بقى ما فيش بقى انسان هتلاقيني كده ايه قاعده متنحالك لان انا اصلا مش مصدقه ان انا قاعده قدامك فانا مش عارفه اعمل ايه انا اللي مش مصدق ان انا قاعده قدامك لا أنا مش مصدق, <applause> <بس> مصدق <applause> <دا أنا أول. تصفيق> والنعمة هاكلك الله يبارك أبوزك. <applause> لا أنا يعني صحيح. مش قادرة يعني هي ما دام حست إن أنا من البيت من عندكم لا خلاص أنتوا يبقى خلاص يبقى أنا أجي معاكم أنتوا أنتوا وأعيش عندكم أختي شيماء أختك شيماء؟ أه لا والله كده غلط آه إيه طب أقولي <applause> ده انا ضرب لك الشاكه الفوشيا يا حبيبتي موديل يعني اعمل موديل. امريكان موديل. شفت بس, بس. يعني هم كذا موديلز في بعض لا أمريكا موديلز لا 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 هناك هناك عندهم كل الحاجات هيبة. منور يا فوق شو والله بني والله البقى يعني البلد دي من غير تخان ما تنفع حبيبي انا وعارفة. ح... تخين وعارف تخين اه يعني انت كده تخين امال انا ابقى ايه انا اكتر واحد فضل تخين في الحياه لا ده انت عسل آه والله العظيم والله يعني العظيم يعني ده انت أنا... كما قال الكتاب ربنا يبارك لك ده انت تتشكل اكل ربنا <applause> يعني كنافه بالقشطه آه بقلوة بقلاوه بالعسل مربى بالزبده اي حاجه مسكره انا هعيط وحياة <applause> ربنا يخليك ربنا يخليك فوقش ملي. انا اللي مرسين ان انت شرفتني ونورتني بس ممكن تقولي يا شوشو 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 انا احب شوشو انت اجمل شوشو في الدنيا اه <applause> والله ربنا يخليك والله حقيقي بجد انا انا بحس ان انت حد من من اخواتي هو انت كنت بتتفرج عليا وانت عارفني اصلا؟ اقسم بالله طبعا عارفك جدا اه والله نعم يا اختي يعني متابعني مصر والوطن العربي كله يعرفك يا اختي طب يا فقش بقى يعني يعني عايزه ارجع معاك كده بقى المراحل انا نفسي اغوص فيها واعرف كده عنك كل حاجه فعايزه ارجع كده وانت صغنون انت دايما بتغني عن طفولتك ابتديت انسى والله ابتديت يعني يعني بعدت قوي لا بقى هتزعلني لا يعني 20 سنه فاتوا اه كده طيب بس إيه ممكن اقول 20 سنه حاجه قليله <applause> عايز اعرف يعني انت كنت طفل عامل ازاي كده بتغني شقي كان في دماغك حاجه ثانيه غير الغنى احكي لي كده بص يا ستي صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام غني عبد الحليم حافظ من وانا عندي سبع سنين بحب عبد الحليم حافظ حاجات كل الحاجات الحزينه كنت اميل ليها الحاجات الفرايحة ما كنتش شايف لها اي داعي خالص في الحياه آه يعني ايه يعني ايه عيد ميلادي يعني صح ايه الحاجات دي كنت كئيب سنه بلا داعي بيتي كله ما فيهوش الكآبة اللي انا عايش فيها بس انا عايش في دور فنان وكان ليا حد قريبي كان يقول لي انت هتطلع فنان اسمه ايه لا آه دي مرات اخويا الله يرحمها وكانت عزيزه عليا جدا يعني الله يرحمها أوه. يعني احنا بنشكرها انها حست ب... بالنعمه الكبيره هي اللي ربنا هيبعتها هي لي واحده كانت تقول لي فعلا محمد انت في يوم من الايام هتبقى حاجه هتبقى م. مطرب هتبقى مشهور والله من وانا عندي 8 سنين ما. ما شاء الله يعني 9 سنين طب قول لي بقى كنت بتشقط البنات بالغنا يعني كنت بتستغل بقى ان انت عندك موهبه دي الحاجه الوحيده اللي ما عرفتش اتعلمها ولو كنت اتعلمتها كانت فرقت كتير فرقت كتير معايا <applause> انا كنت احب على روحي يعني اللي هو آه. افضل ما هو التركيبه دي يفضل يحب ما يعرفش يقول اه وتلاقيه يفضل باصص كده اللي بيحبه والله يتكسف يبص انا كنت بتكسف جدا لا انا ما بتكسفش انا, أنا بفضل بص يعني اروح باصص ايه هيجي لي كم مره فافضل بصاله يا ده هو ولا انا ده هو ده انت يا عز يا شي <applause> 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 طب عايزه اعرف بقى كنت زمان بقى عندك في الخناقات بقى وليك في الخناقات كده ولا مسالم يعني بقدر الامكان بعدت عن موضوع ان انا يعني اتحمس ان اخش خناقه م. لاني فعلا ما بحبش حد ما بحبش ما حد يضربني ولا يضرب حد. يعني مرحله المراهقه عدت كده بسلام؟ عب حليم حافظ. ما فيش ولا خناقه؟ عب حليم. ولا حد زقلك بطوبه؟ حب حليم. ولا حد شنكلك؟ <applause> لا اتضربت طبعا. طب ما هو ده اللي بقوله. اه اتضربت يعني يعني حصل ان انا اتضربت مثلا مرتين مم. ويمكن هم دول كانوا محطات كده اللي هو ابعد إيه عن المنطقه خلاص. ايه بقى اللي حصل طيب؟ ما اعرفش اتضربت ليه؟ مش فاكر انا عارف طبعا واحده منهم والتاني طب مش... قول لنا اللي انت فاكره <applause> عشان بنت طبعا طب احكي عشان بنت طبعا عكستها مش عكستها هو متضايق ان انا بنحب بعض مين باباها واحد صاحبي بقى صاحبي بعد كده اه اه مضربك عشان بنته وهو ماله لا بابا انا ما وصلتش ما وصلش لدرجه باباها دي خالص اه ما انا قلت موتني. انا قلت ده لا وبعدين أيوه احنا كل ده في المدارس اه يعني ده الحب الاول ايوه ده. ما انا بتكلم على مرحله لسه المدرسه واحد كان يعني هو ساكن جنبها فبيحبها جدا يا هيني و... وهي معانا في المدرسه فبتحبني انا مش مشكلتي بقى يعني هو المفروض يظبط اموره يمكن ربنا يكرمه وتفكر فيه. ف استناني في مره كان كل الفصول في ال يعني الطلبه في الفصول وانا رايح الكانتين كالعاده ده مشوار المعتاد طبعا ده منطقتنا المفضله احنا هنروح فين؟ مكان رايح فين يا فوقش رايح الكانتين اضرب اي حاجه هناك طبعا فمعدي كده وبص لقيت واحد بيقول يا كابتن بس انا ما حسيتش لقيت نفسي طاير اه والله والخناقه بقى الثانيه كان سببها ايه؟ انا قلت اتنين صح؟ اه هم اربعه بصراحه اهو بدا يعني ايه كده هو بقى بص والله يعني هقول لك على حاجه انا خناقه تبدا الخناقه ابتدي نسلك اسلك اه انما انا اضرب حد ما بعرفش اعمل كده ما بحبش اعمل كده <applause> طب قول انت يعني عديت في حياه ناس كتيره قوي وكان دايما يعني اتقال عنك ان انت وش الخير على اي حد كده بتدخل في حياته وفي ناس كتيره قوي تنبأت لهم بنجاح زي بقى هنيدي ما يعز الدين يعني نجوم كتار جدا كنت انت الدافع الاول فقولي ازاي كده بتحس ان الناس دي عندهم حاجه كبيره زي زي اي حد انت ممكن تقيمي بعض الناس دلوقتي في من الوسط من صحابنا من القريبين اللي ما خدش فرص كبيره اللي ممكن يبقى الناس مش عارفاه صح. وممكن انت يعني يتقال شيماء في مشروع وانت بطولته يعني مم. فتبتدي تدوري انت عشان تسندي نفسك تسندي نفسك بناس انت مؤمنه من جواكي انهم إن يعرفوا يبقوا قد ده ويخدموكي ويخدموا نفسهم في نفس الوقت صح هو ده اللي حصل مش اكتر ولا عملت ازيد من كده الناس دي دخلت معايا بجد هم يستاهلوا انهم يبقوا اهل بدايه يعني لانه يعني عندهم موهبه لده صح وفعلا هم كلهم كانوا بقوا نجوم دلوقتي، طب قول لي حد من الناس اللي انت اكتشفتها او حد من الناس اللي انت وقفت جنبها صدمك؟ اكتشفتها دي بتقلقني والله. ليه؟ والله ما لا ما ده حقيقي يعني احنا لو بصينا كده هنلاقي كل مثلا <applause> الاعمال او اللي كانت بطولتك هتلاقي دايما طالع فيها يعني احمد حلمي كان بدايه معاه هو, يعني هو, هو تعاون هو هو تعاون ااا ممكن اقول لك ان انا عشان انا بحب الناس ما, با... ما بعملش يعني واخد ال... واخد المشروع رحله حاجة... رحله حب بيني وبين اصحابي اللي جوه الفيلم مم. ببقى مستمتع فلو ما بجيب عناصر الل... 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 الفيلم بجا... بجمع عناصر الفيلم بجمعهم على الحكايه دي يعني... إنو... مش في دماغي بقى ده ينزل يكسر الدنيا صح. ولا يا... احنا عايزين نقضي وقت جميل ان شاء الله يطلع حلو فبيطلع دايما حلو عشان نتعامل بحب آه اه والله حقيقي صح. ودي النصيحه اللي هو اي حد قلقان عن نجاح يمشي بالطريقه دي صدقيني في الاخر مم. كله هيطلع مستفيد صح طيب قول لي اولادك مم. كانوا ما شاء الله صغنتين وانت اهتميت بيهم لما بقوا ما شاء الله حلوين كده وبقوا هم كمان قد المسؤوليه لدرجه ان انت بقيت تشاركهم في بعض حاجات في شغلك وتسالهم ايه بقى؟ زي اي ولاد في مصر ليهم رايهم وليهم ثقافتهم وليهم رؤيتهم في الامور هم واجبين العصر فبيقول لك يا بابا مش بمزاجي يعني, يعني لازم اه يعني, يعني حتى لو انا دماغي لا بابا في كذا 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 وانا معودهم ان هم يقولوا لي اي الصراحة. حاجه بصراحه اه يعني ما فيش حد عندي بيخاف يعمل حاجه <applause> يعني ابني عايز يسمع عمرو دياب يسمع عمرو دياب في حد مره شاور له كده اللي هو ده كان لسه مثلا عنده <applause> اربع سنين ولا حاجه شاور له قلت له لو سمحت اوعى الموضوع ده تاني <applause> خالص كان بيحب بيحب يسمع لعمرو دياب حاجه معينه <applause> وقتها وقلت له يسمع اللي هو عايزه يسمع اي حد فالحريه دي لوحدها مش مش شرط عمرو يعني بيسمع حماقي وبيسمع وبنتي بتسمع كل الناس اللي بتغني كل حد ليه حد يعني بي اللي هو لايق على ما بيبقى لايق على تفكيره آه بيبقى ليها حاجه في حياته فما عندهمش ان هو هم ما بيحسوش ان انا مطرب على فكره يعني يعني حته ان انا بالعكس عارفين ان انا بشتغل في في الحكايه دي وبينصحوني ان انا ممكن ابقى كويس ازاي اه والله بجد يعني مش عاملين مش مش حاسين ان في هاله إن زي ان في حاجه اه لا لا مش لا خالص عارفين يخترقوها لا آه سايبهم عادي بيتعاملوا مع بعض خالص طب قول لي بتسمع منهم بنسبه قد ايه ومين اكتر حد فيهم يعني اقرب لك كلهم بيبقى مهتم ان هو يقول لك كلهم, كلهم, هو, كلهم هو طبعا يعني الكبير عبد الرحمن واكثرهم اكثرهم فهما عبد الرحمن يليه بسمله يليه لا يعني الثلاثه بيفهموا بي كل واحد بقدر سنه يعني بس مش... هو عبد الرحمن في مرحلة نضج ااا آه بحكم أكتر. سنه اه, يعني. آه. آه. طب قول لي حد فيهم عنده ميول فنية؟ عبد الرحمن بيدرس آه، إخراج وتمثيل دلوقتي يعني. ما شاء الله آه. بس البنات لا خالص ما أنت اللي آه. رافض ولا هم مش عايزين خالص اللي لا, لا 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 ما ما عندهمش يعني ما عندهمش في فن يعني في بنتي بتحب ال الديزاينر آلاء وبسمالها بيزنس مع فاشونيستا يعني زي فاشونيستا بالمل بس انا فاشونيستا قوي حتى <applause> شفت سيمبلانت شياكت الدنيا كلها يعني يا اختي آه آه والمصحف انا النار <applause> كونتراست هايل ده انا الطقم ده عينهولك ويحكولك ويحكوا لك تدخل عندي الاوضه تقول لي الطقم ده اقول لها لا ده الحلقه تفوقش عدي اي حد لبس اي حاجه الا فوقش يعني لأي. شوف مش قادره اقولك طلعت كل المظاهر يا <applause> حبيبتي <applause> ربنا انا اللي بحيك وهنطلع فاصل ونرجع تاني ولسه فوقش الجامد قوي 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 منورنا واستنونا بعد الفاصل ومعانا محمد فؤاد الجامد قوي 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 <applause> <applause> ودلوقتي يا فوكش هنلعب مع بعض لعب اسمها دا. كلمه ونص اوكي؟ اسالك سؤال وترد عليا بكلمه كلمة ونص نص. وبسرعه كلمة ونص بالظبط كلمة ونص وبسرعه مش اتنين يعني لا اوزن فين <applause> الحكايه دي؟ يعني ها كده وممكن عشانك يبقوا اتنين عشان انت حبيبي والله طب يلا ايه أكتر حاجة بتحبها في شكلك؟ عينيا يا ختي ومناخيري يا ختي وسقفة لعنين فقشه ومناخيره طيب لو حاجة عايز تغيرها في شكلك تبقى ايه؟ النخس طب ما انت خاسس جدا ولا خاسس ولا طب والله العظيم انت والله شافت بطني من اول ما قعدت لا اقعد بص بقى اهم حاجه الكرش ياخد وضعه في الكرش <applause> اسمع مني هتقعد شافت بطنك هتبقى قاعد متضايق لا انا قاعد كده باين أيوة باين ان انا, أنا شافت لا لا ما اصلا ما فيش بطن انا مش شايفه خلاص قطع نفسي أنا. يا حبيبي طب اعمل كده على تحت لا لا, لا. بتعملها على <applause> والله اه ايه ده هو البنش هو اللي على. انا بلعب حديد اليومين دول ايوه بقى طب قول لي ايه اول حاجه بتشدك في الست ها بجد بجد يعني يا خساره لا 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 تمام جدا تمام تمام جدا يعني مفرشحه شويه بس ممكن لا 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 تمام جدا مشبك يقفل الموضوع <applause> طب قول لي ايه اكتر حاجه شدتك في مراتك عينيها عينيها يا واد انت بتاع العيون أيوه. ماشي <applause> طب قول لي ايه اكتر حاجه هتركز عليها لما يتقدم عرسان لبناتك تقول ان لازم الحاجه دي تبقى موجوده؟ السؤال اللي احترت فيه جدا خفت افكر فيه كمان. مم. اللي هو يعني يعني ايه؟ بأماره ايه بقى ايه طيب طب انت مين؟ عملت ايه في حياتك عشان تيجي تاخد بنت البنات؟ اه صح لا مش لاقي حل يعني. بس بنرضخ في الاخر ربنا عايز كده. صح والله يبقى جدع يبقى بيخاف ربنا و آه... لازم يبقى بيخاف ربنا ويبقى يعرف ربنا كويس مش شرط يبقى يعني اللي هو مظاهر ال... التدين واضحه بارزه مم. منه يعني لازم يبقى هو أخلاقيا من جواه يحس ان هو انسان متربي وانسان بيخاف ربنا مم. مرجعه مرجعه في كل شيء هو ربنا سبحانه وتعالى صح. لا بيخاف مني ولا بيخاف من اي حد تاني يقول لك في كلمه قالها الفنان الراحل الغالي محمود عبد العزيز ونسقف له جامد طبعا الله يرحمه فنان كبير <applause> والله استوقفني كلمه قالها في فيلم في مسلسل جبل الحلال قال لابنه يا ابني اللي ما يخافش من ربنا خاف, خاف منه مننا. صح صح برافو عليك طب قول لي يا فوقش ايه أغلى هدية جات لك في حياتك؟ ولادي لا أغلى عايزين حاجة مادية مادية محدش حدش يعني بيجيب لحد حاجة والله أنا اللي بشتري كل حاجة لنفسك. انت اللي بتجيب؟ اه والله طب إيه أغلى هدية جبتها لمراتك؟ قلت لها محمد فؤاد يعني يا ولد طب معاك حق والله اللي عندها فوقش تبقى <applause> عايزة إيه تاني من الباب؟ <applause> احنا أي حاجة ما 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 مادية ما هي كمان ما ما مش من اللي عندها صرع على آه لا خالص عم. خالص لا والله دي حقيقة هي تشوف ولادها مبسوطين حياتها مستقره دي الدنيا عندها ربنا يبارك فيها يا رب ربنا آه. يخليها طب قول لي ايه الصفه اللي انت حابب تشيلها من شخصيتك لو دوست على الزر كده تشيلها تشيلها خلص. لا صفات بامانه يعني طب قول لنا ايه يعني كذا صفه آه يعني يعاد تصطيب محمد فؤاد ما عدا ما عدا ما عدا دموعه أوه. مش عايز حد يجي ناحيتها خالص نهائي ما حدش يتسطب الحته دي خالص سيبوها زي ما هي كده زي ما ربنا خلقه يعني انما في لبسه في حياته في نظام حياته اليومي في حاجات كده انا همجي بطبعي ويمكن مش همجي يعني اللي هو فهماك لا يعني, يعني بس عايش آه الحياه بطبيعيه يعني و... لا يعني اللي هو لازم كل حاجه كانت تمشي بترتيب جدا وما اعتقدش ان انا سينولني شرف الترتيب ده <applause> بدل لا ان شاء الله اجيب لك نسخه ويندوز كده تبقى معدله اظبطك ما تقدرش حد يعني سيب لي نفسك خالص خش يوصل الفيشه في الدماغ كده <applause> طب بس مرتاح كده والله يعني والله يعني العظيم وانا شايف كده احلى احلى حاجه في الدنيا مش مستاهله يعني صح وهنطلع فاصل سغنن قد كده ومش مش هنتأخر عليكم عشان انا عارفه ان فوقش هيوحشكم بس هنرجع لكم على طول استنونا <applause>